عام من حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مدة وبقدر ما كانت أليمة بقدر ما عرفت أيضاً مكاسب قانونية تاريخية لفلسطين. كان للجزائر دور بارز فيها، كيف لا وهي التي رمت بكل ثقلها في المعركة القضائية والدبلوماسية، لا لشيء سوى لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة. الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف أهم قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت منذ 7 أكتوبر 2023. الأمر لم يتوقف هنا، فالجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت مشروع قرار يدعو لإنهاء الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً. تحققت القضية الفلسطينية جملة من المكاسب القانونية، من بينها ترقية عضوية فلسطين في الأمم المتحدة وفي الجمعية العامة، وأيضا الحصول على قرار بقرارات جملة من القرارات الدولية الداعمة لنضال وحقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى عزل ونبذ دولة الاحتلال واستصدار جملة من القرارات في محكمة العدل الدولية وأيضا في محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق جاد والاقتراب من إصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من قادة الاحتلال الإسرائيلي وهم نتنياهو وجيلنت. بشعة الجرائم التي ارتكبها المحتل الصهيوني عجلت بتحركات المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب من الصهاينة. وهنا لعبت الجزائر دوراً رياديًا بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في انتزاع هذه المكاسب ودفاعه عن القضايا العادلة للأمة. بمجيء رئيس الجمهورية بدأ الدور الجزائري قبل طوفان الأقصى من خلال انعقاد القمة العربية في الجزائر، وبعد توليها مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعب الدور محوري في طرح القضية الفلسطينية وفي ضرورة وقف هذا العدوان المستمر. والشيء الأساسي نقول لك اللي أتت به الجزائر تفعيل قرارات الشرعية الدولية، أن القضية الفلسطينية ليست قضية قابلة للمساومة وللمفاوضات، ولكن عن طريق تطبيق القانون الدولي. والقانون الدولي صريح، لأن القرار 32 الصادر في عام 1974 اللي خاص بفلسطين ينص على عدم التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني، والجزائر نادت بتفعيل حق تقرير البصير الصادر عن الجمعية العامة في القرار 15-14 الصادر في 14 ديسمبر 1960، والذي ينص على منح الاستقلال للشعوب المستعمرة. هي إذن جهود تبذلها الجزائر في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، جهود ساهمت في التحولات القانونية الجوهرية التي عرفتها القضية الفلسطينية على الساحة الدولية كنقطة تحول في مسار الصراع الفلسطيني الصهيوني الذي عرف انتصاراً قانونياً للفلسطينيين في انتظار الانتصار الميداني.